تعالي يا عمر، ما تقلقش ان شاء الله خير. يا دكتور، يا دكتور لو سمحت. ايه يا فندم. عايزين نطمن بس على رشدي بيه، ماله رشدي بيه؟ لا لا، الحاله دي مش خطيره خالص، هو محتاج شويه راحه وهيبقى كويس وهيروح معاكم النهارده. ايوه، هو اكيد زي ما قلت لك عنده ارهاق، اصل رشدي بيه مسؤولياته كبيره جدا جدا. مسؤولياته يمكن، ما علينا. عموما هو شويه راحه لان هو بيتحرك كتير في الشغل. لا مش بيتحرك خالص يا فندم، ده العربيه بتيجي تاخده من تحت البيت على طول. معلش، مين حضرتك؟ انا قمر بنته. قمر؟ بص يا قمر، قصدي يا استاذه قمر، هو لو اكل كويس وشرب كويس وحضرتك اهتميتي بيه كويس اكيد هيبقى زي الفل. طب ايه، اجيب 2 جلوكوز ولا حاجه يا دكتور؟ لا يا فندم، احنا عندنا جلوكوز هنا في المستشفى. طب نخلي عندنا دم لو محتاجين، يعني دم قصدي نجيب لكم يعني. 5 ثواني حضرتك، ده الكارت بتاعي، انا دكتور اكمل صاحب المستشفى، كلميني في اي وقت. تمام، ميرسي لذوقك قوي. طب فين بقى قسم الحسابات عشان ندفع الفلوس؟ لا حسابات ايه يا فندم، الحساب خلصان. بجد ميرسي لذوقك كمان دفعت الحساب، يعني انت بجد انسان محترم قوي. عارف لو اعرف انا كنت جبت ماما عشان عندها بس مشكله صغيره. لا حضرتك، هو حضرتك استاذ حاتم هو اللي دفع الحساب. طب ما تبيعش بقى باسم استاذ حاتم، يعني طالما انت ما عملتش حاجه. وبعدين حاتم مين؟ استاذ حاتم صاحب عيد الميلاد. عيد ميلاد ايه؟ الولاد فيها يا دكتور؟ ايه اللي بتقوله ده؟ فين السويت بتاع مستر رشدي؟ سويت ايه؟ رشدي في الانبر اللي هناك ده عند باتمان. باتمان؟ انت البنج مضيعك شكلك. تعال تعال. شكرا شكرا. تعال. ايه ده باتمان بجد؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ انا باتمان. وانا سبايدر مان. ايوه، اللي هو بتعملوا ايه يعني؟ اللي هما بيطيروا دول. بيطيروا؟ احنا هنهزر يا عم. انتوا مين يا عم؟ احنا زمايل عم رشدي في الشغل. زمايل عم رشدي في الشغل؟ ابوك شغال في محل لعب اطفال ولا ايه؟